السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الفيديو غنشوفو كيفية توحيد مقام عددين ريدوير أو ميم دينوميناتور. إذا الحالة الأولى هي الحالة العامة، هي ملي كيكون عندنا دو دينوميناتور يعني كيلكونك. إذا الحالة العامة كيفاش كندير؟ فكنضرب بسط ومقام العدد الأول في مقام العدد الثاني، وكذلك بسط ومقام العدد الثاني في مقام العدد الأول. إذا كنضرب أ في D و B في D، وكذلك كنضرب C. إذا ضربنا أ أو B في D، دابا غادي نضربو C و D في B. إذا C في B على D في B، وكذا كنقول لقينا واحد العددان لهما نفس المقام. إذا ناخذ المثال، إذا عندنا 3 على 5 و 2 على 7، إذا المقام موحد. 3 على 5 غادي نضربهم 7، إذا 3 في 7 و 5 في 7. إذا 3 في 7 21 على 5 و 30. العدد الثاني إذا غادي نضربهم فاش؟ في مقام العدد الأول في 5، إذا غتعطينا 10 على 35. إذا هما عددان لهما نفس المقام. هذه الحالة العامة. دابا غادي ندوزو للحالات الخاصة. الحالة الخاصة الأولى، لان دي دينوميناتور اي ملتوب دو لوتر، مي كيكون عندنا احد المقامات مضاعف للاخر. اش كيعني مضاعف؟ مضاعف عدد 3، هما الاعداد 3 في 1، 3 في 2، 3 في 3 وهكذا. اذا 3 مضاعفات ديال 3 هما مثلا هنا 6، اذا 3 في 1، 3 في 2 6، 3 في 2 9، يعني هما جدول ديال الضرب، هادو هما المضاعفات. اذا 12 15 وهكذا. المضاعفات ديال 6 هما 6 12 زد 18، 6 في 4 24، 6 في 5 30 وهكذا. اذا هادو هما المضاعفات. اذا ملي كيكون عندنا احد الاعداد مضاعف للاخر، اذا لاحظوا معايا 6 و 3، اذا 6 اي ملتوب دو 3، 6 هو مضاعف ديال 3. اذا في هذه الحاله شنو كندير؟ المقام الموحد كيكون هو هذا العدد الكبير، هذا المضاعف. اذا كيفاش غنرجع هذا 3؟ بسهوله، غادي نضرب في شي عدد باش يعطيني 6. شنو هذا العدد؟ هو العدد 2 في هذه الحاله. اذا 13 مضروبه في 2، اذا البسط والمقام في العدد 2، اذا 26 على العدد 6. اذا حصلنا على عددان لهما نفس المقام. الحالة الخاصة الثانية، لان دي نومب إتان نونتي، مي كيكون عندنا أحد الأعداد وعدد صحيح. إذا العدد 4، العدد 2 على 5. العدد 4 يمكن نكتبوها على شكل 4 على 1، أي عدد راه يمكن نكتبوها على شكل العدد على 1، إذا القسم على 1 كتعطينا نفس العدد. إذا لاحظوا معايا بأن 5 هي ملتوبل ديال 1، إذا يمكن لي بسهولة نضرب في العدد 5 في البسط وفي المقام، إذا كتعطينا 20 على 5. إذا العددان لهما نفس المقام. دابا الحالة الثالثة، دونك أن ملتوبل كومان aux deux dénominateurs se trouve dans les tableaux de multiplication. Et dans le cas de ça, il y a une calcule de la ou de la modaf mouchtarak ديال العددين بجوج. اذا لاحظوا معايا مثلا في هذه الحاله 1 على 8 و 7 على 6. هذه الحاله هذه راه يمكن لي نطبق الحاله الاولى، يعني نضرب بسط ومقام العدد الاول في مقام العدد الثاني، وبسط ومقام العدد الثاني في مقام العدد الاول. ولكن هنا غيجينا العدد الضرب، غيجينا العمليات اللي هما طوال شويه.
إذا هذه الطريقة هذه كتختصر هذه العمليات. إذا هذه الطريقة شنو كندير؟ كنقلب على مقام أو على مضاعف مشترك ديال العددين. إذا كنديروا المضاعفات ديال 8 والمضاعفات 6 وكنشوف واش عندهم واحد المضاعف مشترك. إذا لاحظوا معايا بأن 24 مضاعف مشترك التوبل كوما. إذا هذا المضاعف المشترك هو المقام الموحد. إذا 1 على 8 باش نلقى 1 على 24 كنضرب 8 في العدد 3. إذا حتى 1 نضربه في العدد 3. إذا جينا 3 على 24. 7 على 6 إذا كذلك باش نلقى 24 كنضرب 6 في العدد 4. إذا حتى 7 نضربها في العدد 4. إذا غيجينا 28 على العدد 24.